بكم أعزائي الصغار في هذا الفيديو الجديد خاص بتصحيح أنشطة رقم 12 لمادة النشاط العلمي في جزئه الأول. إذن النشاط الأول سنضع علامة في الخانة المناسبة. هذا الجدول فيه ثلاث أعمدة، كل عمود نستعمل قوة، يعني متى نستعمل القوة العضلية ومتى نستعمل القوة الكهربائية ومتى نستعمل القوة المغناطيسية. إذن فيما يلي سنستعرض عليكم مجموعة من الصور جانبة، وسنقوم بوضع العلامة في الخانة المناسبة لكل صورة وما هي القوة المستعملة في كل حالة. الحالة الأولى هي عبارة عن رياضي، صورة لرياضي يقوم بممارسة رياضة كمال الأجسام، إذن في هذه الحالة سيستعمل القوة العضلية أكيد، نضع علامة. الصورة الثانية هي لمغناطيس به مسامير، نستعمل هنا قوة مغناطيسية. صورة لتلفاز مشغل، هنا تستعمل القوة الكهربائية. التمرين الثاني، سنصل بخط كل صورة بالبطاقة المناسبة. إذن عندنا مجموعة من البطاقات، كل بطاقة فيها معلومة وسنرى الصورة المناسبة لكل هذه المعلومات الموجودة لدينا في كل بطاقة. عندنا المعلومة الأولى والبطاقة الأولى، قوة أو قوة تحرك جسما ساكنا. الثانية، قوة تغير شكل جسم. ثالثا، قوة توقف جسما متحرك. إذا عندنا في الصورة الأولى طفلان يمارسان الرياضة، هناك طفل قام برمي الكرة والآخر تصدى لها. الصورة الثانية هي مغناطيس يقوم بجذب مسمار، والصورة الأخيرة امرأة أو شخص أو يد تمسك بإسفنجة. طبعا إذن القوة الأولى قوة تحرك جسما ساكنا، إذن سيكون مناسبا مع الصورة رقم 2، مغناطيس مع المسمار. قوة تغير شكل جسم أكيد، الصورة الثالثة التي بها الإسفنجة. قوة توقف جسما متحركا، هو الطفل الذي يتصدى للكرة، كانت متحركة فتصدى لها فأوقف الجسم المتحرك. إلى هنا نكون قد أنهينا الجزء الأول من الأنشطة 11 للنشاط العلمي، وإلى الجزء الثاني ألقاكم في رعاية الله، إلى اللقاء.